أحمد سعود تفضل معي. أحمد سعود تفضل معي. أحمد سعود تفضل معي. السلام عليكم. السلام، تفضل عزيز. حياك الله. هذا كله ما يهمني يا عبد العزيز. يا احمد. ايش؟ شفت عبد العزيز؟ شفت عبد العزيز. ضيعنا ملف التحقيق. احمد سعود الان ما وصلني اي ملف تحقيق يخص احمد سعود من مملكة البحرين. المثالية الزايدة ترى ما تعجبني كثير. المراوغة حضرك كثير. دموع التماسيح هذه يا أحمد سعود ما تسويها عندي، سوها بعيد. أنا في وادي وانت في وادي. أحمد سعود أنا لو بتكلم وببحث برنت عن أحمد سعود وبطلع شيء يمكن ما يصره. الملف هذا ما يخص أحمد سعود، لكن أنا أعرف أحمد سعود. جيبوا لي أحمد سعود يا أخي، أنا باي بروح عشان أتكلم. خلي يستريح مكانه مع أحمد سعود. تفضل روك ستيف. الله يسلمك، الله يعطيك العافية. أحمد سعود قرب شوي، في شيء داخل الصندوق. قرب شوي يا أحمد. الملف الموجود أمامي أو الصندوق هذا نتيجة أحمد سعود، هل يا ترى أو يا تورا أحمد سعود اليوم يكمل مسيرته في البرنامج أو ممكن يطلع للبرايم ثم يغادر إلى مملكة البحرين؟ اشتكت لأمك كثير يا أحمد؟ اشتكت لأمك كثير؟ اشتكت لها بس اشتكت لأمك كثير؟ قالت لي اقعد. قالت لك اقعد؟ لا تروح. إيه؟ لا تروح. أحمد أنت نومني. تفضل. تفضل أحمد. طلعه. طلع. بطلع بهدني. طلع.